على أبواب كل مجمع استهلاكية كان العنوان الرئيسي أهلا رمضان. بلح وياميش ومكسرات وغيرها من السلع الأخرى توفرت بتخفيضات تصل إلى 30% جنبا إلى جنب مع المعارض التي انتشرت بالمحافظات بتخفيضات كبيرة أيضا. احنا عندنا ده بيتم من خلال اربع حاجات. الحاجه الاولانيه 1300 منفذ التابعين لشركات سلع المجمعات الاستهلاكيه. الحاجه الثانيه اللي هي الشوادر اللي تم اقامتها وافتتاحها بالفعل من امبارح 200 شادر على مستوى ال 27 محافظه. فالداخل إلى تلك المجمعات يرى فيها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسلع الحرة الأخرى بتخفيضات كبيرة تتناسب ودخل الكل، إضافة إلى الشنط الرمضانية التي تبدأ من 50 جنيها. احنا عندنا الدقيق ب 10 جنيه، عندنا الرز ب 10 جنيه، عندنا اللحم السوداني ب 95 جنيه، عندنا اللحم البرازيلي ب 85 جنيه، اللحم المجمدة. ومن تلك السلع إلى اللحوم بكل الأنواع التي تبدأ أسعارها من 56 جنيها إلى 85 جنيها، إضافة إلى 95 جنيها للطازجة منها. الكميات اللي بتجيلي من 2 لـ 3 عقول يوميا كل يوم. الأسعار كويسة واللحمة كويسة، وعلى طول بنجيب الحاجة من هنا من عم محمد. بره ب 170 و 180، هنا ب 95 حلوة قوي، أحسن من أي حاجة من بره. الكوبونات والشنط الرمضانية هي الأخرى تم طرحها بالمجمعات بأسعار تبدأ من 20 جنيها وصولا إلى 100 جنيها للكوبون الواحد وبدون حد أدنى منها، تسهيلا على المواطن وإتاحة الفرصة له للاختيار من السلع. فكرة الكوبونات الأساسية أن هي توفير هذه الكوبونات للفئات الأكثر احتياجا أو القادرين حتى يوزعوها على المواطنين الغير قادرين يشتروا احتياجاتهم، وهي موجودة في كل فروع المجمعات وموجود بياناتهم وتليفوناتهم على الصفحة الرسمية لوزارة التموين. الأمر الثاني كراتين أهلا رمضان، سيادة الوزير النهاردة أعلن أن هي بأربع أو ثلاث فئات مختلفة، هنبدأ من أول 52 جنيه وكرتونة أخرى ب 95 جنيه وأيضا كرتونة ب 123 جنيه. كل ذلك جعل من المجمعات الاستهلاكية والمعارض الرمضانية طريقا للمواطن، خاصة مع ارتفاع نسب التخفيض هذا العام. لا الأسعار معقولة طبعا بالنسبة للسوق بره، يعني تعتبر وهنا شركة برضو تبع وزارة التموين، برضو الأسعار أقل كتير جدا من بره، يعني مفيش بلح بره ب 12 جنيه اللي انا شايفه هنا. انا لسه جايه من سوبر ماركت كبير، هنا في تخفيضات اكتر من السوبر ماركت الكبير حقيقي فعلا والله، يعني ادي ايه ده ان انا الاقيه ب 10 جنيه، ده سعر كويس جدا. ما على المواطن إذن إلا الاختيار بعد أن وفرت له الدولة كل احتياجاته من السلع الرمضانية وكذلك السلع الحرة أيضا. فبأكثر من 1100 سلعة تمتلئ المجمعات كما المعارض الرمضانية التي انتشرت بالمحافظات، والتخفيضات تصل إلى 30%. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية.